طيب تعالوا بقى نقف عند الموقع هنا بقى شوية. الموقع الجميل دوت ده برضو تصميم دكاترة مصريين، تمام، دكتور محمد عبد الشكور. طيب هقول له لوج ان ونبدأ ندرس بقى كل واحدة من دول ايه الميزة اللي فيهم وازاي هستخدمهم. انا كلمته واستأذنته يعني عايز كريدت او عايز نقاط كتيرة عشان اعرف اشرح عليه براحتي، فاداني شوية نقط كتيرة الحمد لله نشكره. طيب عندي مثلا ايه اي تولز، في شوية افكار حلوة. خلوا بالكم ان الموقع دوت اللي عاملينه ناس مصريين زينا زيهم وعاملين حاجة جميلة جدا، فاحنا عايزين نعمل حاجة احسن كده ان شاء الله. طيب بص واحدة واحدة. سكتش تو ايمج، يعني ايه سكتش تو ايمج؟ عندك حاجة مرسومة سكتش هو يحولها لك لصورة ويعمل لها رندر جميل، تمام. طيب هي 10 كريديت للجنريت، هنبدأ نرفع صورة وهو يعملها. في حد منكم عمل التجربة دي؟ مش فاكر مين، مين اللي عمل ان هو يديله سكتش وهو يحولها له صورة بس ما كانش الموقع ده؟ أنا عملت كده. ايوه ايوه اهو منس وطن، مظبوط، الله ينور، شكرا يا هندسه. أدهم الوطن. هو وطن كمان عمل كده، بس أنا كمان عملت كده. تمام، تسلم يا هندسه. طيب انا بحاول ادور على اي سكتش هنا. انت لو رسمت يعني خطين واديته الخطين ده هيعمل لك هو تصميم معمول برندر عالي جدا. ماشي، انا عايز حاجه تكون سكتش بخط الايد عشان ايه. طيب اي تصميم عندكم ممكن ان انت تجرب. خلينا مثلا نجرب ديت اوبن، تمام. طيب هنا في البرومت هتكتب له انت عايز تعمل ايه، يعني زي مثلا عايز تعملها ايه، مثلا فيلا مثلا نيجاتيف برومت، يعني ايه الحاجه اللي انت مش عايز تاخدها معاك. طب انت عايزها رياليستيك ولا سكتش ولا رين ولا سنو زي ما انت عايز، وتقول له جنريت. تمام، ممكن نعمل سيرش، ممكن نعمل سيرش. تمام، متخيلين ان الصوره اللي انا كنت رافعها اللي هي الصوره دي عملها لي رندر ازاي؟ مهندس احمد عبيد بعت صوره مشكوره يا مهندس احمد، شكرا يا مهندس احمد. طيب هناخد الصوره المهندس ادهم بعتها لنا اهي. وهنرفعها له فعلا. وندخل على الموقع دوت mnml.ai. ماشي خلاص، هقول له انا عايز بقى ارفع صورة تانية. تبدأ بقى تقول له بقى انا عايزها عبارة عن ايه، مثلا تطور عايزها سي جي اي او رياليستيك او نايت، وعندنا ادفانسد سيتنج سيد يعني يلتزم قد ايه بالصورة. خلي بالك انت هنا عندك ممكن تقول له بالانس اوزن بين الالتزام التام وبين الكرييتيف. كرييتيف هيبدأ بقى ايه يعمل صورة مختلفة تماما. تخيل ان الصورة دي اتعمل لها رندر بالشكل دوت، الطيارة الجميلة دي اتعمل لها رندر بالشكل دوت، وحط لنا السحاب وعمل كل الحاجات ديت، تمام. وممكن نكبرها وتبقى معانا الصورة دي. طيب تعال نشوف كل ادوات الذكاء الصناعي. عندنا ستيريو، يعني عندنا مظهر خارجي هيبدأ يعمل لك الرندر ليه، تمام. اي منظر خارجي يبدأ ان هو يعملها لك. في هنا صور مسجد أقصى وكده، بس خلينا نختار صورة تانية.
ممكن تديله صورة مش مبنى خالص، وهو يبدأ ان هو يعمل لك الرندر بتاعها. وليكن مثلا المبنى دوت، بس هو المبنى ده معمول له رندر جاهز يعني. تمام، هتقول له انا عايز اعمل رندر ليه، بيقول لك اكتب ديسكريبشن ليه. هقول له ده مبنى كنا شغالين فيه تبع كاس العالم يعني. ممكن تكتب له انا عايز جنبها اشجار، وعايز جنبها ميه، وعايز جنبها كل الحاجات دي، يبدا ان هو يعملها لك. وفي انتريور، الانتريور ده انت ممكن تصور غرفه فاضيه. تمام، وبعد كده تقول له ابدا حط لي بقى فيها انت الفرنتشر، وحط لي فيها الحاجات دي كلها. وكذلك اللاندسكيب، ممكن تصور فيلا متدمره خالص او ارض متدمره، وتبدا تقول له اقترح عليا تصميم حلو. الماستر بلان برضو، تمام، واخد بالك ان التصميم اختلف تماما. طب لو انا عايز كرييتيف، هقول له كرييتيف، واقول له ايه جنريت، يبدا يعمل لنا صوره فيها اختلاف كبير عن الصوره اللي موجوده مش ملتزم بيها. طيب لو انت عايز حاجه يعمل لك كونسيبت، تبدا تفكر معاه في الكونسيبت. تمام، عمل حاجة مختلفة شوية عن اللي موجود، وحط لي هنا الأرضية، وحط يعني عمل شغل حلو. طيب عندنا حاجة اسمها كانفا. كانفا يعني إيه؟ كانفاس دي عبارة عن إيه؟ كانفاس ماشي، ارفع أي صورة، أي صورة، واختار جزء معين امسحه، وقول له الجزء ده اعمل لي فيه شجر، اعمل لي فيه طيارة، اعمل لي فيه عربيات. يعني أنت عملت ريندر، وبعد ما خلصت الريندر محتاج تعديل شوية، قول له عدل لي الجزئية دي، هو يعدلها لك. يعني مثلا ديت، ما اعرفش ايه الصورة دي اصلا. تمام، ممكن تقول له امسح الجزء ده، وقول له خلي لي دي جرين جرين، وقول له ايه جنريت. مسحت جزء معين وقلت له اعمل لي الصورة دي زي ما انا عايز. ممكن تمسح الايد دي وتخليها مثلا كتاب مثلا زي ما انت عايز. تمام، واخد بالك، حط لي الاشجار، وخد باله ان في ميرور، فعمل نفس الميرور وهكذا، وحتى زود بعض الاشجار هنا على ما اعتقد. ماشي، فكل دي تولز في الموقع الجميل دوت. تمام، في عندي ماستر بلان اي اي، اقول له اعمل لي فيجواليز للحاجه دي. في عندي اداه تساعدني في افكار، اقول له انا معماري او انتيريور ديزاين. طب ايه الكلمات الرئيسيه اللي انت عايزها؟ مثلا ويدنج هول كرييتيف، ولا عايزها ستاندرد، ولا دريم. يبدا بقى يعمل لك الافكار، يعمل لك تكست كده بالفكره. واخد بالك، انا تقريبا ما كتبتش ولا كلمه، هو عمل كل ده الكونسبت. فموقع هو موجود، تقدر تدخلوا عليه في أي وقت، وتقدر إن أنت تجربه، ما فيهوش أي مشاكل إن شاء الله. تمام، ده برضو من ضمن المواقع الكويسة جدا، خلينا نفتحه لكم. تمام، تقدر تقول له بقى انا عايز اعمل مثلا تصميم لبيد روم، ليفنج روم، كيتشن، الحاجات دي كلها، ويبدا ان هو يعمل هناك. في ادوات كتيره، في مثلا سبيس جنريتور. تمام، ممكن تدي له حاجات مرسومه كده بخط الايد، هو يبدا ان هو يعملها لك. ممكن تدي له مثلا مكان معين وتقول له حط لي مكانها غرفه مكتب، يبدا ان هو يعملها لك. في تدي له ستايل وتقول له غير الستايل ده لحاجه تانيه، يبدا ان هو يغيرها لك. ان سكيل ايمج، تمام، يبدأ صورة مثلا مش واضحة يديلك هاي كواليتي. ممكن تكون صورة صغيرة وتقول له ايه، طب لو انا وسعت الكادر هيبقى هيطلع ايه حواليها. دي افكار مثلا لحاجات موجودة، دي تولز كتيرة جدا موجودة كلها بالذكاء الاصطناعي، بتبقى قاعد متحير بس. ممكن اوبجكت معين تعلم عليه، يبدأ ان هو يشوفه لك هنا، بيعمل اكستند للمشهد. هنا في حاجة اسمها فينج تشي، تكست تو ايمج، تبدأ تكتب له تكست، ويبدأ ان هو ينفذ لك اللي انت عايزه. ماتيريال،
اللايتنج لسه، اللايتنج دي لسه ما حطهاش. تمام، ف كل الادوات دي موجوده تقدر ان انت تستخدمها. تمام، هتقول له ادخل بالحساب بتاعك جوجل، وبيبدأ يديك كريدت معين لحد ما يخلصوا منك، لحد النقط ما تخلص منك. مش يخلصوا منك يعني يخلصوا منك، لا يعني طبعا نعمل كذا حساب، كل ما يخلص واحد فيهم ادخل في التاني. تمام، يبدأ بقى يديك إمكانية إن أنت تجرب الذكاء الصناعي. هو طبعا سحر يعني. على فكرة، من أفضل البرامج اللي ممكن تحول تكست أو برومت لصور موقع اسمه ليوناردو، أعتقد إن أنتوا كلكم اشتغلتوا عليه، صح؟ سهل جدا في الاستخدام، وبيعمل صور رائعة قريبة من ميد جورني ومجاني. شايفين ملبسني طرطور ولا ملبسني ايه؟ دي مش عارف. ميد جورني بفلوس دلوقتي. بيقول لي اختار الحاجة، انا اخترت اللي هو زيرو. بيقول لي هيبقى ليك 10 مرات في اليوم، بس الصور مش تبقى برايفت، الصور تبقى مفتوحة للناس كلها. انا جربت ميد جورني على الديسكورد، بس هو دلوقتي بقى بفلوس. تمام، يعني حتى لو تعمل حساب جديد لازم تدفع فلوس. تقدر بقى تقول له انا عايز بس جنريتور، وتجرب بقى الامكانيات بتاعته. لكن فعلا التولز ديت يعني، لو واحد محترف للفوتوشوب وحاول يعمل نفس الحاجه بسرعه مش هيلحق، مش هيقدر. هنا بيقول لي اديني اي مساحه وانا هعملها لك، بس حدد لي انت بقى عايز تعمل ليفنج روم ولا ووركينج ولا كيتشن ولا باث روم. مجرد بس اديني ايه الشكل بتاع الغرفه اللي عندك، ممكن تصوره بالموبايل او تديله اي صوره ويبدا ان هو يشتغل عليها. داونلود. مثلا صوره زي ديت، الافضل انها تكون ابيض واسود وحاجه تكون مش حلوه، بس مفيش مشكله. تمام، هتقول له بقى انا عايز ايه، اعملها مثلا كيتش مثلا، او عايز يبدا ان هو يشتغل عليها ويبدا يوريك الصوره الاوريجينال الاصليه بقت عامله ازاي، واللي بعد كده هتتحول ازاي. تمام، تقدر بقى تختار مثلا، تقول له انا عايز حاجه مثلا بالشكل دوت. اللي انا مختارها مش حلوه يعني، مش هي دي ذوقي، بس يعني كتجربه. هو قرب يخلص. هو بدأ يعمل السبيس تايب ابلود، وبعد كده لو انت عايز تغير اول بعد كده ينفع تغير، مش مشكلة. بيوريك الصورة الأصلية ديت، وبعد كده ده الذوق اللي هو عمله لو انت هتغير الديكور. تمام، هو طبعا عمل علامة مائية، بس في برامج بتشيل العلامه المائيه ديت، او تشتري بقى انت نسخه بفلوس. تمام، في شويه امكانيات حلوه الموقع دوت. طبعا ليوناردو حاولوا تستخدموه في اي حاجه انت عايزينها، تحدد الحاجه اللي انت عايزها وتكتب تكست يبدا ان هو يعمل لك الصور. وفي حاجه اسمها اي اي كانفاس، يعني تعديل صور بالذكاء الصناعي في ثواني، وليك ان انت تعمل له حاجه تدريب خاص بيه. هو بيتريق على الستايل اللي انا عملته. ماشي، تمام. هنا الموديل، لو انت عايز تختار موديل طبعا
كأنك دخلت على موقع تاني خالص، تقول له انا عايز مثلا ازومتريك، يبدأ يعني يركز لك على الموديل بتاع الازومتريك. طيب نرجع للبرامج اللي هنتكلم فيها. نفس الفكره بقى للانتريور اي اي، مجرد ان انت تدوس عليه هتبدا ان انت تعدل، تديله تصميم معين ويبدا يعمل لك الشغل عليه. ري ايميجنج نفس الفكره برضو. بلانر 5 دي ده موقع جميل جدا،